السلام عليكم، اخباركم ايه جميعا؟ انا عارف ان انا بقالي فتره طويله جدا ما طلعتش عن الصفحه وعملنا حلقات وكده، بس المره دي الموضوع هيبقى مختلف شويه. احنا هنعمل حلقات منتظمه عن التوعيه، وهتبقى الحلقات المنتظمه ديت عن التوعيه مش هيبقى فيها الدكتور محمد توفيق بس، لا احنا هنستضيف دكاتره كتير جدا في تخصصات مختلفه في الطب وجراحه العيون، اصدقاء ليا، زملاء ليا، متخصصين في حاجات كتير. هنبدا ان احنا نوصل لمبدا وفكره ان احنا نثقف العيان في كل حاجه، من اول الحاجات الشائعه لغايه الحاجات اللي مش شائعه، علشان العيان لما يوصل بالثقافه بتاعته ومعلوماته عن مرضه كتير هيبدا يساعد الدكتور وهيبدا يساعد نفسه كتير. اولا انا برحب بالدكتور عمرو الامين، زميلي وصديقي، استشاري طب وجراحه العين ومتخصص في عمليات المياه البيضاء والقرنيه المخروطيه وتصحيح الابصار. مرحبا بك يا دكتور عمرو. مرحبا يا دكتور محمد. احنا مش هنتكلم بطريقه رسميه، احنا هنتكلم بطريقه وديه عاديه خالص ما فيهاش فيها اي تكلف، بسيطه. اللي حابب يسال اي سؤال واحنا بنتكلم اهلا بيه، يكتب سؤاله وهنبدا نتناقش معاه ونجاوب على سؤاله على طول. بس احنا موضوعنا اللي احنا هنتكلم فيه واللي هبدا اتناقش فيه مع الدكتور عمرو اللي هو بتاع المايه البيضاء، موضوع المايه البيضاء هو موضوع الناس كلها عارفاه والناس تفهم عنه والناس عملته كتير، ودي العمليه الشائعه اللي موجوده اصلا، اللي هي اي واحد فينا هيحب يروح يعمل عمليه مياه بيضاء هي عارف كل الناس عملت مياه بيضاء. ايه الفرق بقى؟ وانا احنا هنتكلم ايه في الفيديو؟ انا كل اللي يهمني في الفيديو ان العيان وهو رايح للدكتور يبقى عارف الاول المياه البيضاء دي يعني ايه، وثانيا لما الدكتور هيكلمه في العمليه دي تتعمل ازاي وايه هي خطواتها، والخطوات دي هتفرق معايا فيها عشان اعرفها. كل دوت هتناقش فيه مع الدكتور عمرو. اولا انا هسأله سؤال بسيط، انت لما دكتور العيون اللي انت بتكشف عنده هيقول لك ان انا عندي مياه بيضاء دي معناها ايه؟ بص، خلينا نقول الاول ان احنا عشان الوظيفة الاساسية او الوظيفة الرئيسية للعين بتاعتنا هي النظر، وعشان النظر ده او عشان العين تقوم بوظيفتها لازم زي الكاميرا بتاعت زمان كده، لازم يبقى فيه عدسة للعين ولازم يبقى فيه فيلم بيستقبل الصورة دي. تمام. العدسة بتاعتنا دي عبارة عن جزئين، قرنية العين او الجزء المسؤول عن استقبال الضوء عشان يحوله في الاتجاه الصحيح عشان يوصل للشبكية، هو حاجتين، قرنية العين وعدسة العين. والفيلم بتاع زمان زي الكاميرا كده هي شبكية العين. تمام. احنا الجزء بتاعنا النهاردة هنتكلم على الجزء الخاص باستقبال الصوره اللي هو قرنيه العين وعدسه العين، او بالاصح عدسه العين. عدسه العين المفروض انها مسؤوله عن 40% تقريبا من قوه الابصار في العين، عشان كده وهي الوسيط اللي بينقل الضوء عن طريق القرنيه للشبكيه. تمام. عشان كده اي تغير في عدسه العين بيأثر على الرؤيه. ايه هي المايه البيضاء باختصار؟ ان عدسه العين دي بتتحول من جزء شفاف عنده القدره ان هو يعمل انكسار في العين ان يتحول لجزء معتم. تمام. يعني احنا نقدر نقول ان اي عتامة في عدسة العين نقول ان اي عتامة في عدسة العين دي تعريفها مية بيضة. اسبابها كتير. احنا الحتة دي انا هقف عندها شوية، لان اي عيان ممكن تروح عند دكتور يقولك انك عندك مية بيضة، وتروح عند دكتور تاني يقولك انك عندك مية بيضة، دكتور تالت يقولك ان عندك مية بيضة، وكل واحد بيقيم المية البيضة بدرجة مختلفة. يعني انا مش معنى ان انا قلت لك انك عندك مية بيضة انك انت ممكن تحس ان انت عندك مية بيضة. يعني ايه احساسه بقى؟ يعني ايه العيان نفسه ممكن يشتكي من ايه ان هو عنده مية بيضة؟ هل انت ممكن تقول ان العيان عنده مية بيضة من غير ما يشتكي؟ غالبا العيان بيشتكي. غالبا العيان بيشتكي، وبيشتكي من ضبابية في الرؤية، نقص في الرؤيه بالذات بالليل. ممكن العيون يقول للعيان ان عنده ميه بيضاء وهو ممكن. يبقى احنا هنوصل لتعريف الميه البيضاء هي عتامه في عدسه العين. العتامه دي 10% من عدسه العين بقى فيها عتامه اسمها ميه بيضاء، 5% من عدسه العين فيها عتامه اسمها ميه بيضاء، 90% من عتامه عدسه العين بقى فيها عتامه اسمها ميه بيضاء. يبقى لما نقول ان في عتامه في عدسه العين يبقى فيها ميه بيضاء، ودرجات بقى تختلف. في عيان اول ما عدسه العين تبدا يحصل فيها عتامه بسيطه يبدا يشتكي. تمام. فنقول انك عندك مياه بيضاء. في عيان يشتكي لما عتامه العدسه دي توصل ل 20 و30% وتبدا تاثر احيانا اكتر كمان. طيب أحيانا. يبقى تعريف المياه البيضاء ان عدسه العين اللي داخل اللي ربنا خلقنا بيها ما بقتش شفافه. طيب انا دلوقتي هسال على حاجات كتير ممكن تبقى شائعه في جسم الانسان، امراض تبقى شائعه في جسم الانسان ممكن تؤدي الى مياه بيضاء. بص، هو اشهر سبب لحدوث المياه البيضاء هو السن. تمام. يعني متوقع ان احنا كل ما نكبر اكتر في السن بالزبط. كل ما يجي لنا
بدايه الميه البيضاء تبدا تظهر بعد سن ال 40. بعد سن ال 40 بتبدا النسبه تزيد وتزيد اكتر بعد سن ال 50 وبعد سن ال 60. تمام. بنوصل تقريبا لتقريبا من 8 ل 10% من الناس اللي فوق سن ال 50 بيحصل لهم ميه بيضاء. تمام. عندنا السبب الثاني الاقل شهره شويه هي الميه البيضاء المضاعفه او الميه البيضاء الناتجه عن حاجات كتيره، منها الخبطات اللي ممكن تحصل في العين، ممكن نتيجة استخدام بعض الأدوية وأشهرها الكورتيزون سواء بشكل موضوعي. يعني احنا لو طفل صغير ممكن يحصل معاه مية بيضاء لو اتخبط. لو اتخبط أو خد أدوية معينة. أشهرها طبعا الكورتيزون. سواء سواء خدها لعلاج حاجة عضوية أو خد قطرات. يعني وده دي برضه اللي بيحط لنا خطوط حمراء تحت استخدام قطرات الكورتيزون من غير وعي، من غير استخدام صحيح. يبقى اسباب المياه البيضاء او عدم في عدسه العين السبب الشائع ان حضرتك يبقى سنك كبير، ده عديت فوق ال 40 سنه او بنسميه سن الشيخوخه، فتبدا تتوقع ان ممكن يحصل لك بدايه مياه بيضاء، او تبقى سنك صغير تتخبط في عينك في عدسه العين تبدا يبقى فيها عتامه، او تبدا تستخدم ادويه من اشهرها الكورتيزون اللي ممكن تؤدي لمياه بيضاء. طب هل لما تتشخص في عند دكتور العيون ان عندك ميه بيضاء؟ عندنا برضه سبب ثالث اللي هو الميه البيضاء الخلقيه. ميه بيضاء انت مولود اصلا، انا الطفل مولود بيضاء. دي هنتكلم فيها بالتفصيل. تمام. السؤال بقى اللي احنا المفروض نسال نفسه فيه، هل ينفع نقول لدكتور العيون احنا ممكن ناخد دواء عشان نعالج الميه البيضاء؟ ده اطلاقا. طيب. لغايه وقتنا الحالي لا، ما دام احنا عرفنا هي الميه البيضاء ان عتامه في عدسه العين، يبقى معنى كده ان احنا عشان نعالجها جراحيا ان احنا نشيل عدسه العين عمليه ونحط عدسه مكانها تشفى. بالظبط. نقلنا بقى في مراحل متقدمه كتير وازاي نشيل عدسه العين ونحط عدسه مكانها. احنا عندنا حاجتين هنتكلم فيهم، ازاي هنشيل العدسه وايه انواع العدسات اللي ممكن نزرعها مكانها. انت بقى لو خرجت من الفيديو بالمعلومات البسيطه دي بانك عرفت ازاي هنشيل العدسه، ايه انواعها، ازاي نشيل عدسه العين، وايه انواع العدسات اللي انا هزرعها، هتختصر مسافه طويله جدا مع اي دكتور هتروح له العياده ويكلمك ويقول لك ان انا عند ان انت عندك ميه بيضاء. قول لي بقى دكتور عمرو بقى الاول احنا ممكن نشيلها ازاي، الطريقتين اللي احنا الشائعتين اللي احنا ممكن نشيل فيهم الميه البيضاء. احنا في دقيقه كده بسيطه، احنا كنا زمان موضوع ان تشيل الميه البيضاء ده حاجه قديمه قوي كانوا زمان بيعملوا حاجه يمكن كتير ما حدش يسمع عنها، ان هم كانوا بيوقعوا عدسه العين. كانوا بيستنوا لغايه العيان اللي قدامهم يشوف زي ما بيقولوا ما بيشوفش تماما، فيجي بطريقه معينه في مكان معين بيخبط العين خبطه فيوقع عدسه العين. تمام. ودي كانت طريقه من غير زرع عدسات من غير اي حاجه. بعد كده بداوا لا احنا بدل ما نوقع عدسه العين لا احنا هنشيلها، بس هنشيل عدسه العين كلها، هنشيل عدسه العين كلها برده من غير ما نزرع عدسه. بعدين تطور الموضوع، لا احنا ليه ما نفتحش فتحه اصغر شويه ما كنا بنفتحها زمان. كان زمان بيفتح فتحه كبيره تقريبا نص العين عشان يخرج العدسه، لا هنفتح فتحه اصغر شويه واحاول اخرج محتويات العدسه. تمام. مش العدسه نفسها، واحافظ على المحفظه بتاعه العدسه. العدسه دايما بيبقى ليها محفظه وجواها محتويات. المحفظه اللي بره دي ملهاش علاقه بالميه البيضاء، هو اللي ليه علاقه اكتر بالميه البيضاء هو المحتويات اللي جواها، ده اللي بيحصل فيه تغير، او اللي احنا بنسميها الالياف. الالياف المكونه العدسه دي. فبداوا يخرجوها وبداوا يزرعوا، يفكروا في موضوع زرع العدسه، وده كان جراحيا. من زمان اصلا ما فيش حاجه اسمها زرع عدسه، من زمان هي العدسه بتتشال وخلاص. دلوقتي احنا كده بنفكر في حاجه برضو أكثر. معلومه يعني يمكن تكون خفيفه شويه في الموضوع ده، ان ازاي وصلوا انهم يزرعوا العدسه. في احد الحروب العالميه كان الازاز الطيارات بيتكسر ويدخل في عيون في عين الطيارين، ووجدوا ان الازاز او النوع الماده اللي معموله منها الازاز ده كان بيتكسر ويدخل في عين الطيار. تمام. ووجدوا ان هو ما بيأثرش على حاجه وما بيتفاعلش، وماده خامله بالنسبه للعين ما بتتفاعلش مع العين. ومن هنا بداوا يفكروا طب ليه احنا ما نزرعش عدسه من الماده دي. تمام. المهم بعد ما وصلنا لموضوع الجراحه، ودي كانت بدايه زرع العدسات، وكنا بنزرع نوع من العدسات اسمه العدسات الصلبه. وبعد كده وصل الموضوع بعد كده ان احنا بنستخدم دلوقتي تقنيه الموجات فوق الصوتيه، وتطور اكتر واكتر بقينا نستخدم موجات الفيمتوكات او الفيمتوكات. يعني ببساطه كان زمان علشان نعمل الميه البيضاء نشيل عدسه العين وخلاص، وما بنفكرش في ان احنا نزرع بدلها اي عدسه. الجديد لا، احنا بنفكر نزرع مكانها عدسه. كان زمان ان احنا علشان اشتغل عمليه الميه البيضاء افتح جرح كبير في القرنيه وبعد كده اشيل العدسه، دلوقتي اللي احنا بنفتح فتحات صغيره للموجات فوق الصوتيه واشفط العدسه بتاعت العين، وبنفس الفتحه الصغيره ازرع عدسه العين. انت كعيان يعني هو المعلومات اللي تفيدك ايه وانت رايح عند دكتور العيون وعرف ان عرفت انك عندك ميه بيضاء، اللي تفيدك يا دكتور انا هعملها جراحه ولا هعملها بالموجات فوق الصوتيه ولا هعملها بالفيمتو ليزر؟
الثلاث انواع دول جراحه يعني جرح كبير، امتى الدكتور هيقول لك هتحتاج تعملها جراحه؟ ده لو عدسه العين بتاعتك معتمه بدرجه كبيره او زي ما بنقول مستوي على الاخر، فما يقدرش جهاز الموجات فوق الصوتيه ينشر. وامتى يقول لك ان انا هعملها بالموجات فوق الصوتيه؟ يقول لك ان انا هعملها بالموجات فوق الصوتيه لو العتمه بتاعتها متوسطه ويقدر ان هو يشفطها بالموجات الصوتيه. الفيمتو ليزر ليه سبيشال سيتويشنز، مواقف معينه او طلبات معينه او مواصفات معينه في عدسه العين عشان هو يرشح لك الفيمتو ليزر. برضو معلومه ايه هو ازاي هنشيلها. انا كل هدفي من الفيديو النهارده انك انت تريح الدكتور، انك انت تبقى فاهم يعني ايه عدسه هتتزرع في العين. مفيش حاجه اسمها ان انا اعمل عمليه المايه البيضاء واقول للدكتور انا مش عايز ازرع. لا، هو اللي احنا من احد اسباب اهم خطوات في عمليه المايه البيضاء انك تزرع عدسه العين، وده بقى اللي هيريح الدكتور لما انت تبقى فاهم ان انا لما هزرع عدسه العين ايه اللي هيحصل، وايه هي انواع زرع عدسه العين، ايه الانواع اللي انا متوقع ان الدكتور يكلمني فيها علشان لما عاوز ازرع على العدسه. وهو ده بقى اللي احنا هنبدا نتكلم فيه. واخرج من الفيديو ده بالمعلومة الأخيرة دي، أنواع العدسات المزرعة داخل العين مع عملية المياه البيضاء، إيه الفرق بين دي ودي ودي ودي؟ قول لي بقى. طيب خلينا بس النقطة الأولانية اللي أنت اتكلمت فيها، إن أنا في عيانين كتير جدا بيجوا يتكلموا يقول لك لا يا دكتور ما هشيل المياه البيضاء مش عايز أزرع عدسة. عايز أزرع عدسة. طيب خلينا بس إحنا نرجع للمعلومة اللي قلناها في أول الفيديو، إن إحنا بنقول إن عدسة العين هي 60% من قوة الإبصار. تمام. فأنت لو ما زرعتش حضرتك عدسة فكان العدسة اللي تشارك 60% من قوة الإبصار، وهتحتاج إنك تستعوضها إنك تلبسها في نظارة، فالنظارة بتاعتك هتبقى تخينة، فعلشان كده لازم نزرع عدسة العين. بالظبط. نزرع عدسة مكان العدسة. فدي باختصار كده أهمية إن إحنا نزرع عدسة. تمام كده؟ طيب احنا بنتكلم على عدسات، احنا زي ما احنا قلنا كنا زمان بنفتح فتحه كبيره فما كانش المشكله بالنسبه لنا قوي موضوع حجم العدسه، كنا بنزرع عدسات اسمها عدسات صلبه لان العدسه كانت كبيره شويه، لان احنا كده كده اوريدي بنفتح فتحه كبيره وكنا بنخيط مكانها، ما فيش الا نوع واحد لان الجرح كبير وكده كده العدسه صلبه، فمش فارقه معايا ان انا ازرع عدسه لان انا كده كده فتح جرح كبير في القرنيه. تمام. وفي غرز هتتاخد في القرنيه، فما كانش عندي غير اختيار واحد. تمام. بدأ بقى دلوقتي بقى بدأ بعدها مع تطور الموجات فوق الصوتية بدأنا نصغر الفتحة. تمام. بنصغر الفتحة، كنا بنعمل فتحات تقريبا 3 ملي 3 ملي، دي يعني نقطة القلم الحبر، 3 نقط قلم حبر جنب بعض جنب بعض دول ال 3 ملي. فاضطرينا ان احنا عايزين نصغر فبدأنا نعمل حاجة اصغر. اصغر شوية. طيب هندخلها ازاي الاصغر؟ احنا لازم عشان تقدر تشوف بالعدسه اسمها العدسه اللينه. بالظبط. يعني العدسه اللينه بتتزرع لو احنا استخدمنا جهاز موجات فوق الصوتيه وفتحنا فتحات صغيره في القرنيه بتاعه العين، وقدرنا ان احنا نشفط عدسه العين من الفتحه الصغيره دي. تمام. نقدر برضو نزرع عدسه العين. تمام. من الفتحه الصغيره دي. طيب. صح. تمام. هي بقت عدسه زي شبه العدسه اللاصقه كده، وعندنا القدره ان احنا نتنيها او نطويها زي ما نلفها وبنحقنها جوه العين وبنفردها جوه العين. بنفردها جوه العين. تمام كده. طيب العدسه دي بقى بتصلح النظر صح؟ بتصلح النظر البعيد. طيب هل احنا عندنا ثلاث انواع منها؟ متهيألي صح؟ عندنا ثلاث انواع منها. قولهم بقى كده، ثلاث انواع. عندنا اللي بتصلح البعيد. اللي بتصلح البعيد. وعندنا المصلح البعيد مع الاستجماتيز. مع الاستجماتيز. والمصلح البعيد مع القريب. والقريب. يبقى ثلاث انواع. وفي نوع رابع كمان دلوقتي ان احنا البعيد والقريب والمراقبه المتوسطه. يبقى انا كعيان لما اروح عند الدكتور واكتشفت ان انا عندي ميه بيضاء، لو كلمت الدكتور في الحته دي هتساعده جدا. دكتور حضرتك هتزرع لي انهي نوع من انواع العدسات؟ هل هستغنى عن نظاره المشي كامله؟ ولا نظاره المشي ونظاره القراءه؟ ولا نظاره المشي ونظاره القراءه والمسافات المتوسطه اللي هي الكمبيوتر تستخدم زي الكمبيوتر؟ ساعتها بقى يبقى انت كده بتساعد الدكتور وبتبدا تبقى فاهم. البعيد. البعيد ده بيصلح البعيد بس. بس هو لو عنده استجماتيز هيحتاج يلبس نظاره للبعيد عشان يصلح الاستجماتيز. بالظبط كده. البعيد وبتعالج الاستجماتيز مش هيلبس نظاره للبعيد. ودلوقتي احنا ممكن نصلح درجات الاستجماتيز لغايه 6 درجات. لغايه 6 درجات. يعني اي واحد عنده 6 درجات استجماتيز ممكن ان هو يصلح الاستجماتيزم دوت بزرع عدسه بتصلح البعيد مع الاستجماتيزم. لغايه كام درجه؟ لغايه 6 درجات. 6 درجات. تمام. البعيد والقريب العدسه متعدده البؤره بالعربي اسمها العدسه متعدده، وتخليك تستغنى عن البعيد والقريب. والقريب كان زمان في نوع العدسه دي يجي العيان شايف في البعيد كويس، شايف القريب كويس، بس على المسافات المتوسطه اللي هي الكمبيوتر مثلا ما بقاش شايف. دلوقتي بقى في عدسات تقدر تشوف البعيد والقريب والمسافات المتوسطه. تمام. اعرف الحته دي علشان الحته دي لو انت فاهمها وعارفها وعارف ان في انواع وطلبتها من الدكتور وطلبت ان انت تفهم حالتك هتستفيد اكتر من انهي نوع، هتريح جدا الدكتور. طيب
في نقطة برضو مهمة، ان احنا العدسات الاربع انواع دول بدأ يحصل تطور فيهم، ان احنا بنعمل حاجة في تصنيع عدسة العين نفسها، ان احنا بنخلي الضوء اللي داخل عن طريق الاطراف بتاعت عدسة العين يشتت بحيث ان الضوء يركز من الجزء اللي في النص بس، وده بيعلي جودة الرؤية. بقينا نضيف برضو ليها حاجة للأشعة فوق البنفسجية، لأن عدسة العين الطبيعية ربنا وكل ما ربنا صناعة العدسة قربت من مواصفات عدسة العين بالزبط. يبقى معنى كده ان احنا حاطين عدسة الكفاءة بتاعتها عالية جدا. احنا طبعا عارفين ان مفيش حاجة هتيجي جنب اللي ربنا خلقها لنا، بس احنا كناس بنصنع عدسات، كشركات بتصنع عدسات، كناس بتفكر في ان هي تصنع عدسات، كل ما بتقرب من مواصفات العدسة اللي بتزرع في عينك قرب مواصفات عدسة ربنا اللي هو كان خلقها فيك واحنا شلناها، دي معنى كده ان العدسة دي كفاءة بتاعتها تبقى عالية جدا. طيب احنا دلوقتي معلومتين مهمين. حضرتك المية البيضة دي بتتشال ازاي؟ ممكن تتشال جراحة، ويفضل انها ما تتشالش جراحة، بس ممكن اضطر ان انا اشيلها جراحة لما حضرتك تسيب العدسة بتاعت العين بتاعتك فيها مية بيضة فترة طويلة، فالعدسة تبقى معتمة بدرجة كبيرة، فجراح ما يقدرش يشيلها غير جراحة. في طريقه تانية اللي هي بالموجات فوق الصوتيه، فتحات صغيره جدا نقدر ان احنا ندخل الجهاز الموجات فوق الصوتيه نشفط العدسه، وبنفس الفتحات الصغيره نقدر نحقن العدسه. يبقى وفي نوع تاني اللي هو بالفيمتو ليزر. الفيمتو ليزر لا، اللي هو بنسميه الفيمتو كاتاركت، دوت بيبقى ليه حالات معينه، وفي وجهه نظرنا انا والدكتور عمرو يعني انه ما ضافش جديد عن الموجات فوق الصوتيه. بس خلينا نحط النقطه الاهم واللي انا تهمني، انك انت تبقى عندك ثقافه في ايه هي انواع العدسات اللي ممكن تتزرع لك. انا حابب برضو ان انا اتطرق على ايه اللي ممكن العيان يواجهه لما يعمل عمليه المايه البيضاء. يعني انا لما اجي اروح اعمل عمليه المايه البيضاء اسال الدكتور ولا دكتور هو فيه ممكن يعني يحصل ايه لو انا دخلت جوه العمليات، ايه المشاكل اللي ممكن اتعرض ليها. فانا هتكلم على مشكلتين ثلاثه متوقع حدوثهم علشان يبقى احنا برضو لو حصلوا لنا نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. اول مشكله وابسط مشكله انك انت ما يتمش تصحيح النظر بتاعك بنسبه كبيره، وده بيحصل لازم نبقى مستعدين ليه. يعني انا لما بزرع عدسه العين مكان المايه البيضاء ده معناه ان انا بستغنى عن نظاره المسافات. لو احنا هنزرع عدسه المسافات يبقى المفروض ان انا استغنى، ده ممكن يحصل ان انا احتاج نظاره بسيطه بعدها. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ايه المتوقع ممكن بس العين. حتى النقطه دي ممكن بعد كده تداركها. انت يعني ممكن بعد كده تداركها، انت ممكن تعمل تصحيح نظر بعديها عليها وكده. بالظبط. النقطه الثانيه الشائعه اللي هي ممكن تحصل ان انا ممكن ما اعرفش ازرع لك العدسه في نفس العمليه الجلسه. بالظبط. ليه؟ العدسه دي بتزرع جوه كيس او بنسميه محفظه العدسه. انا اثناء العمليه الاولانيه ممكن محفظه العدسه دي ما تناسبش نوع العدسه اللي انا المفروض احضرها ليك ان انا ازرعها، وممكن اخد قرار هاغير نوع العدسه اثناء العمليه، او ان انا اجل زرع العدسه لمرحله ثانيه. مش ده وارد؟ وارد. وكان زمان ممكن احنا ما نعرفش نرزع عدسه حتى بعد المرحله دي. لا هو دلوقتي الاختيارات متاحه، بس ممكن تتاجل لمرحله ثانيه. ممكن القرنيه تتعب من العمليه بتاعت المايه البيضاء. ممكن القرنيه تحصل امتى دي بقى؟ هي غالبا بتحصل لما العيان يعني اصلا القرنيه تتعب. هي القرنيه بتتعب ازاي يعني؟ بتشرب الميه اللي جوه ولا ايه اللي بيحصل؟ هو احنا لما بنيجي نشيل الميه البيضاء بنشيلها بموجات فوق صوتيه. تمام كده؟ فتعرض العين لموجات فوق صوتيه زايد عن الحد، وده بيحصل في حاله واحده لو العيان استنى على الميه البيضاء لغايه ما وصلت لدرجه متقدمه قوي، لدرجه انها محتاجه عشان تتشال موجات صوتيه بدرجه عاليه، فممكن يحصل تاثر على القرنيه. تمام. في احيان كتيره دلوقتي التقدم في الطب والعلاجات والتقدم في الفحوصات خلانا نوصل ان احنا نعرف الاسباب، وبالتالي ممكن علاجها دوائي. نحمي القصه دي. بالظبط. بس لو حصلت لك هي حاجه بتتعالج بعد العمليه، ممكن القرنيه تشرب ميه فتبدا رؤيه بعد العمليه ما تبقاش واضحه بالنسبه لك، دي بنسبه كبيره هتتعالج، تاخد علاج وهتتحسن تدريجيا، وبتاخد وقت عقبال ما بتتحسن. ولا ممكن تتحسن على طول؟ لا، ممكن تتحسن خلال اسبوع، احيانا ممكن توصل لشهر على حسب الدرجه. حسب الدرجه. وبرده الجزء ده لو حصل ممكن اثناء العمليه والجراح لاحظه اثناء العمليه ممكن يتفاداه ولا وممكن يتجنب برده زراعه العدسات في الوقت ده لغايه ما القرنيه تبدا ترتاح وتبدا عندها القدره انها تستقبل العدسه. طيب نقطه بقى اخيره علشان دي مهمه جدا جدا جدا. الطفل الصغير اللي اكتشفنا ان عنده ميه بيضاء لازم نعمل له عمليه الميه البيضاء في اسرع وقت ممكن. طيب
علشان دي نقطة مهمة جدا. لو انت عندك طفل صغير وعرفت ان عنده مية بيضة انت كده حاجب ان الضوء يوصل للشبكية والصورة توصل للشبكية ممكن يحصل له كسر فلازم تعمل له عملية في اسرع وقت. خصوصا لو المية البيضة موجودة في عين واحدة. خصوصا لو المية البيضة موجودة في عين واحدة. لان احنا لو ما عملناش المية البيضة ساعتها يحصل ايه؟ كسل في كسل العين. في العين. كسل تمام؟ طيب تحب تتكلم في ايه تاني يا دكتور عمرو في موضوع اللي يخص المية البيضة؟ بص هو نقطة أخيرة بس عايز أتكلمها. احنا ما بقيناش قصة احنا يمكن قلناها على عجالة. احنا ما بقيناش زي زمان نستنى ان المايه البيضاء تستوي. احنا ممكن الرز ده كان موجود زمان. يعني احنا دلوقتي المايه البيضاء بتبدا من او من الدرجه الاولى لغايه الدرجه الرابعه وبعد كده بتوصل للدرجه المتقدمه او الدرجه الخامسه. احنا ممكن دلوقتي نعمل المايه البيضاء من بدايه من الدرجه الثانيه. يعني الدرجه الاولى دي غالبا بتبقى حاجه فسيولوجيه. يعني حتى من ساعات بنقول للعيان ايه انت عندك بدايات مايه بيضاء بس مش ما نفكرش ان احنا نعملها انها مش مؤثره على ما تعيقش حياته. لكن احنا ممكن نبدا نعملها من الدرجه الثانيه. في مرضى كتير يقول لي طب استنى انها تستوي. بص طالما احنا دلوقتي العلم تقدم وطالما ان احنا نقدر نعمل كل ما تعمل المايه البيضاء بدري كل ما تسهلها على الجراح تسهلها على نفسك وتسهلها على عينيك وعلى حياتك تسهلها على عينيك. هما الثلاثه دول تسهلها على الجراح تسهلها على عينيك وتسهلها على نفسك. يعني تتحسن رؤيه بعد العمليه اسرع. انا كجراح اخلص الحاله بسرعه جدا لان هي ما بتبقاش ناشفه للدرجه اللي هي تاخد مني وقت طويل. اقدر ان انا محفظتك بتاعت العدسه ما تحصلوش فيها باي مشاكل ونقدر ننزل على العدسه اللي احنا محضرينها ليك. جدا جدا ما تفكرش ابدا 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 انك تشيل مكونات عدسه العين عشان تصلح النظر. عشان تصلح النظر بالذات في الصغيرين. بالذات في الصغيرين. تمام. ما تفكرش ابدا ان دكتور يقول لك من ضمن الحلول خصوصا لو قبل سن ال 40 ما تفكرش ابدا ان دكتور يقول يعني لك عدسه العين بتاعتك ما فيهاش ميه بيضاء سليمه وكل حاجه بس هو بيقول لك انا هستبدلها لك بعدسه ثانيه عشان اصلحها في النظر. ده مرفوض تماما. مرفوض تماما. مشاكله اخطر بكتير من انك تلبس نظاره. هتدخل في مشاكل انفصال شبكيه وي 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 والكلام ده كله. فلا ما يعني لو انت احنا هنتكلم في حلقه تانية عن تصحيح الابصار. لكن احنا بنتكلم لو انت ما عندكش القدره للاختيارات التانية ماديا لتصحيح الابصار والدكتور يقول لك انا عندي حل اقل او انت تعرض للدكتور طب ما فيش حل اقل في التكلفه عشان اشيل النظاره فيقول لك لا اشيل عدسه العين كمان. لا ده مرفوض تماما خصوصا قبل سن ال 40. بصوا هي فكره الفيديوهات ديت في ان احنا نشارك اراء دكاتره ونتكلم معاهم وكده مش الفكره اكتر ان انا يعني اكلمك على عمليات. انا عاوزك تبقى مثقف في معلومه. يعني انا هكلمك عن المايه البيضاء يبقى عاوزك تعرف تفاصيل عن العمليه. عاوزك كعيان توصل للدكتور بتاعك وتروح له العياده ويقول لك انا عندك مايه بيضاء. ده انا عرفت ان المايه البيضاء دي 1 2 3 4 ده انا عرفت ان في زرع عدسه كذا كذا ده انا عرفت ان ممكن يحصل لي 1 2 3 4. كلمك بعد كده عن تصحيح الابصار تبقى عارف تصحيح الابصار ده 1 2 3 4 انواعه وايه ده احسن ده اوحش. كلمك عن مشكلات الشبكيه تبقى عارف 1 2 يعني الحالات الكتير اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده وهنستضيف فيها دكاتره زمايلنا وناس متخصصين في تخصصات مختلفه. الفكره كلها فيها انك انت ثقافتك في مرضك تبقى عاليه قوي وتبقى فاهم بالظبط ايه المفروض تعمله وتريح الطبيب المعالج ليك مسافات كبيره قوي فانك انت تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. والله يا عمرو احنا شكرا سعداء جدا ان احنا يعني نورتنا في اللايف دوت واتمنى ان هو يكون مفيد بالنسبه لكم. واي اسئله بقى بكتبها لنا على الصفحه احنا نقدر نفيدكم عليها. نشوفكم على خير. شاكرين.